هذا مخيم للطيور للاجئين نهاية شهر أغسطس، بحيرة من المآوي المغمورة بالمياه. تتجمع المياه في الأرض المسطحة، ما يجعل المخيم غير قابل للسكن لنحو 36 ألف لاجئ خلال موسم الأمطار، والمنطقة الجافة الوحيدة هي على طول الطريق الذي يجتاز المخيم. قد يجد من يقطن في المخيم مساحة على طول الطريق داخل المخيم ليقيم عليها، أما الذي لم يوفق فينتقل إلى المجتمع الحاضن ويعيش بين السكان. قررت الأمم المتحدة والإدارة الإثيوبية المسؤولتان عن اللاجئين إغلاق المخيم، وذلك دون تقديم بديل ملائم. حبذا لو تبحث الحكومة عن منطقة أخرى قريبة من المخيم، أقله خلال موسم الأمطار، للتمكن من إسكان هؤلاء اللاجئين. من شأن ذلك أن يحسن من أوضاعهم، كما يسهل عمل الحكومة والمنظمات التي توفر المياه والخدمات الصحية للاجئين. في الوقت عينه تستمر فرق منظمة أطباء بلا حدود في العمل، فتحاول إبعاد المرضى عن السيول من خلال تشييد خيام طبية ومراكز صحية فوق مستوى الأرض، ولكن تشكل الأمطار وشروط النظافة السيئة مخاطر على الصحة، وفي حين أن الاستشارات تتمحور بشكل عام حول الالتهابات التنفسية والملاريا، بدأ التهاب الكبد الفيروسي سي بالانتشار.